بدبلوماسية مساء الخير. بعيون تكاد لا تصدق ما ترى، أشعلت فلسطين القلوب وألهبت المشهد وخلطت أوراق المنطقة وشطبت زمان بأكمله زمن النكبة. انتهى، فالتاريخ يكتب بحبر جديد. لقد عاش أهل هذا الجيل ليشهدوا بأم العين قصصا كانت لحد يوم الجمعة 6 أكتوبر مستحيلة. ما حل بإسرائيل أغضب العالم الداعم لها منذ الولادة، ومعه توابعه الجدد، فسارعت الولايات المتحدة إلى الجبهة وأعلنت إرسال بارجة حربية، واليوم صاروا 2، إلى المنطقة تحمل ما يمكنه حمل إسرائيل عن ركبتيها معنويا وعسكريا. سياسيا الأسئلة كثيرة حول مستقبل المشهد، القلق كبير من إمكانية أن تتمدد المعركة وتحولها شرق أوسطية. ماذا عن موقف حزب الله وإمكانية دخوله المشهد؟ وماذا عن جبهة الجولان؟ هل تدخل سوريا وإيران الحرب؟ ماذا عن مصر والأردن والمواقف المتباينة؟ هل هناك مكان للتفاوض أم أن هذا الكلام خارج العقل اليوم؟ أين أصبح ملف التطبيع؟ ماذا عن المبادرة العربية؟ وهل يولد حل الدولتين وفقها قريبا؟ هذه الليلة نناقش في المشهد التاريخي في القسم الأول من بدبلوماسية مع رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الدكتور طلال أبو غزالة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. شكرا لك لاستضافتي. مساء الخيرات، أهلا وسهلا بحضرتك. في هذه الأيام الاستثنائية طبعا في بيروت، ما بدنا نقول يعني أنه شجاعة أنه بعدنا عم نتحرك، بعدنا عم نروح عم نجي، ولا طمأنينة ولا توقع أنه ما تتمدد الحرب على لبنان؟ أنا بتصور كل اللبنانيين حابين يبلشوا بهذا الأمر. ولكن قبل ما نحكي بهذا الموضوع، حضرتك الدكتور المفكر العربي الفلسطيني قبل كل شيء، موقفك اليوم، مشاعرك ورأيك. مشاعري مرتبطة بالسؤال نفسه. أنا أشعر بفخر وأشعر براحة، والدليل أني أنا جيت من المطار لهذا اللقاء. صح. وبكل طمأنينة وليس عندي أي قلق، ولو عندي قلق كنت رح أجي برضو، ما لن يثنيني ذلك عن أن أكون بفرصة هذا اللقاء لأوضح وجهة نظر إنسان يحب لبنان وقلبه عربي. أنا أتكلم عربيا، أنا من مصلحتي ما يحصل، مصلحتي كفلسطيني، لأن الفلسطينيين اليوم يرفعوا رؤوسهم عاليا بأنهم لأول مرة بتاريخ العدوان على العرب. العدوان الإسرائيلي كان على العرب، ليس فقط احتلال فلسطين، احتلوا جزءا من كذا دولة عربية، وكانت الحرب دائما على أرضنا. لأول مرة الحرب هي على أرض يسيطر عليها العدو. نعم. هذا مش مزحة، هذا أول تحول منذ 75 سنة، أننا نحارب عدونا على أرضه وليس على أرضنا. ثانيا، العدو فقد أعصابه، والحرب تحتاج إلى أعصاب. ليس هنالك إنسان ينتصر إذا لم يكن مستقرا نفسيا ومتفائلا وواثقا. تقول لي كيف يعني فقدوا أعصابهم؟ لما وزير بيقول بيخرج عن الأدب واللياقة واحترام الإنسان، يقول احنا نحارب بشرا حيوانات. human animals، احنا humans بشر ولكن حيوانات، لا تنقص قدرنا، تنقص قدر من قالها ولن نرد عليه، لانه احنا ثقافتنا ثقافة خلق واحترام، ولكنها تدل على ان هذه الثقافة هي ثقافة العدو، هي ليست رأي شخص. العدو يعتقد بتفوقه على العالم، ويعتقد بأنه شعب الله المختار. صح. ويعتقد ويعتقد ويعتقد. اليوم كسرت هذه العقدة،
واستطاع شباب لا يملكون طائرات ولا دبابات ولا أسلحة ثقيلة أن ينتصروا عليه. أي معجزة. يعني حرب غير متكافئة. أنت تملكي السيطرة الكاملة على الجو، ما عندي أنا إلا أطير الطيارات اللي اخترعوها اللي هي مثل الطيارات اللعب الوهلة. واستطاعوا بما لديهم من أسلحة بسيطة أن يهزموا هذا العدو ويكسروا معنوياته. هلأ إحنا في المعايير العسكرية هنالك انتصار، انتقلنا إلى أرض مسيطر عليها العدو، دخلنا فيها إلى عدة يعني من بداية الحرب، من الشكل من المتغير الجديد هو اسمه انتصار من أول الأيام. من أول نحن لأول مرة في تاريخ الحرب مع هذا العدو إنه إحنا نحارب على أرضه، مش هو ندافع عنه ندافع ضده على أرضنا. هذا أول. ثانيا أنه يستنجد لما بتيجي جيرالد فورد الحاملة الطائرات الأمريكية، هذا يدل على ضعفه وليس قوة، يدل أنه إحنا أمام عدو يشعر بأنه ضعيف ويحتاج إلى سند. لا. بنفس الوقت أقول أن عقدة عدم الثقة، عدم الأمان عند هذا العدو انكسرت. الآن ليس هنالك يهودي صهيوني في أرضنا لا يشعر بأنه ليس بالقرق. آمن. كل واحد يشعر بعدم الأمان. هذه مهمة جدا. أول مرة تكسر ثقة ويبدأ العدو يبرر كيف فوجئنا وليش فوجئنا، ويلفظ ألفاظ ويسب. لما بيبدأ الواحد يسب معناته أسلحته خلصت. هذا إنسان بس ما عنده شيء إلا يسب. بعدين بالمناسبة يعني أنا كنت لو بدي أنا أنصحه بقول له ما تقول هيك، لأنه إذا هذا الإنهيومن سيطر عليك واحتلك وغلبك فأنت شو بتكون؟ أقل من إنهيومن. فعشان هيك بس احنا ننتقل من هاي لنقول ان هذه الحرب، انا اريد ان ابدا بان استنتج ما النهايه. نعم. هذه الحرب لن تنتهي بوقف اطلاق نار. لن تنتهي باتفاق سلام، لن تنتهي بوساطه لوقف الحرب، لانها ليست حرب، هي بدايه حرب التحرير. بداية هي ليست معركة، حرب التحرير هي بداية حرب التحرير. هذا الاحتلال عمره 75 سنة، أطول احتلال في تاريخ البشرية، وليس هنالك احتلال في تاريخ البشرية إلا انتهى. هذا علم مش مني، التاريخ بيعلمنا أن كل الشعوب التي تثور لتحريرها وطنها تنتصر بسنة سنتين مهما عشرة طال الوقت، مهما طال، بس ما فيش حدا طال 75 سنة. صح. لأن كل العالم، وأنا مبسوط الآن، التواطؤ أو الدعم العالمي الذي يحظى به العدو عظيم، لأنه بيظهر أنه هو ضعيف محتاج للدعم. الأمور يجب أن نفهمها بشكل صحيح. لو أنني أنا الضعيف كنت أحتاج للدعم، أنا ما بدي دعم، أنا بدي أنحرر هذا البلد بإيدي. وأنا أتمنى، وأرد على سؤالك، أتمنى أن لا يضطر أحد للدخول في هذه المعركة إلا الفلسطينيين. يعني رغم موقف لبنان ومقاومة لبنانية، رح فصل بهذا الموضوع أنا تفصيلا دكتور، أن لبنان سيبقى بعيدا عن هذه المشكلة. أوكي. فإذا أنت تعتقد أنه لبنان، طبعا عم نحكي عن القوة المقاتلة فيه حاليا اللي هي حزب الله، رح تبقى بتوقعك وتقديرك بعيدة عن المشكلة إن شاء الله. حتى ولو تدحرجت الأمور، حتى ولو يعني كيف بدها تدحرج؟ خلي واحد أوكي خلينا لكن نفوت على النوايا الإسرائيلية. معناتها النوايا الإسرائيلية ما في بنيتها أنها تستهدف لبنان، ما في بنية إسرائيل توسع الأزمة لحتى تكبرها لحتى تصغر. هذا العدو الإسرائيلي ولا هالمرة بتكبرها بتضلها كبيرة أو الاحتلال لا تكبرها ولا تصغرها، ما تضيع وقتها، لأنه الآن أسلحة القرار بيد الفلسطينيين. لما يكون عندك ما يزيد عن 100 معتقل
اوكي هذول يبسوا ملايين الجيوش، لانه بالنسبه للعقل العدو لا يؤمنوا بالموت مثل ما نحن بنؤمن فيه. انا كل ليله قبل ما انام بودع باعتبار اني مش حصحى من النوم، ولما اصحى الصبح بقول شكرا يا ربي اعطيتني يوم. نعم وانا متصالح مع الموت. العقل اليهودي لا يتصالح مع النوم، ولذلك بيلاقوا انه قتل احدهم شيء كبير. لما انا بايدي السلاح مثلا، انت بدك الان تجتاحي غزه، اهلا وسهلا، بحط لك الرهائن بوجهك. بدك تطلبيني بالطائرات، عال كل ما ضربتيني بطياره بقتل واحد. اللعبه اختلفت، اصبحت اوراقها بيد الفلسطينيين لاول مره. هذا مش سهل اللي نعم. اللي حصل ليس طبعا هو تاريخي، حدث عادي، ولا هو معركه كما يدعي نتنياهو انه هاي مجرد معركه وليست نهايه الحرب. الحرب طويله، الحرب طويله نعم، وستنتهي بترتيبات لانهاء الاحتلال. ما راح يقبلوا ما راح يقبلوا اتفاقيه انه نوقف النار، لا لا، بدك تنهي لي الاحتلال بموجب قرارات الامم المتحده. عاد كيف يعني حل الدولتين؟ انا ما خلصت من موضوع حزب الله دكتور، بدي ارجع يعني فضلي. لموضوع الاحتلال بعد قليل. في طبعا اعتبار بسبب تشابك المعارك وتشابك السياسات بالمنطقة انه نحن قد تكون اسرائيل امام محاربة الاصيل يلي عم بدرب ويلي عم بسلح، وطبعا ما فينا نقول الاصيل لانه مش بمعنى القتال، عم نحكي بمعنى الحلف، الحلف اللي هو ايران، اللي هو سوريا، اللي هو حزب الله. بفتح جبهة انا على قد ما فيني انا، اذا انا مش قادر على الذنب بدي اقدر على الراس. اوكي هذا منطق العلم والمعرفة كلها واحدة. أنا يوم من الأيام شاركت شركة أجنبية من أكبر شركات الدنيا اسمها برايس ووتر هاوس، واتفقنا على أن نعمل سويا بموجب شراكة باسم مشترك. يجون يوم قال أنتوا عم تكبروا أكثر ما إحنا بنكبر، ما بيجوز الذنب يكبر أكبر من الرأس. فقلنا لهم خلص لا تواخذونا، خليكم الرأس وإحنا بنضل لوحدنا الذنب. لا تستطيع أن عم تحاول أن تستفز حزب الله، وحاولت كثير محاولات تعرفيها أكثر مني، ولكن القضية أن حزب الله في وراءه حكمة وعقل، يحسب الأمور ويحسب أنها لن أدخل المعركة لأنها إسرائيل أو العدو الإسرائيلي يريدني أن أدخلها، بدخلها بالوقت اللي أنا أختاره إذا لزم، وأتمنى أن لا يلزم. أريد أن يكون هذا الانتصار انتصار فلسطيني صافي صافي، وما يدعمني ولا دولة، ومش محتاج ولا دولة، عاوز بس مساعدات معنوية وما يلزم من غذاء وأكل ودم وكهرباء ومي والآخره وتمويل، ولكن ما بدي جنود. وبالتالي أنا أريد أن أنتصر، ولكن واجب المجتمع الدولي كله مش بس الدول العربية أن تساعدني. الدول العالم المجتمع الدولي دكتور ضدي. بغير محل كله ضدي بشكل قوي وبشكل صارم كله ضدي، بس تذكريني إذا شعروا أن الأمور قلبت وأصبحت القوة واقتنعوا بما أقوله بأن القوي هو الآن الفلسطيني ينأي قلبه للفلسطيني. العالم يفكر بمصلحته فقط، ما فيش حب ولا في غرام بين الدول وبالسياسة. وهذا الكلام أنا قال لي رئيس أحد رؤساء الجمهورية جيمي كارتر، قال لي أمريكا ليست بني آدم ليكون عندها قلب تحب وتكره. أمريكا مؤسسات وليست إنسان يصادق ويحب ويكره. نشتغل بما هو مصلحتنا ونقرر ذلك حسب الظروف. فبالتالي لا يعنيني ابدا ولا يقلقني دعم الغرب، مش محتاج دعم الغرب. اذا قدرت هذه المجموعه اللي كان بدات بغزه 150,000 نعم الان مليونين، هذول المليونين صاروا اثناء الحصار، وغزه موجوده بحصار دائم،
مسكر عليها كل المداخل، واستطاعت أن تدخل السلاح وأن تصنع السلاح، واستطاعت أن تدرب، والآن استطاعت أن تخفي الرهائن. المشكلة هنا بالنسبة لليهودي كل رهينة هي بقيمة لا تثمن، فهذول الرهائن موجودين عندي بس عمرك ما رح تعرف وينهم، لأنه وزعناهم بكل غزة، ولما بتضرب منطقة رح نقول لك في واحد توفي لأنه كان بالمنطقة اللي أنت ضربته. نعم طبعا هو هذا التهديد بدأ يعني ابتداء من اليوم وبيعمل إرباك واضح. دكتور هل تتوقع اجتياح غزة؟ كل التقديرات بتشير أنه في تحضيرات هلأ إسرائيلية لهذا الأمر، أنت شو تقديرك؟ أحلى يوم بيكون بيستقبلوهم بالأحضان، الاجتياح بده يكون على الأرض. نعم على الأرض، ما في مجال لتفوق إسرائيلي على الإنسان الفلسطيني، ما في لا مجال. مش من أجل التفوق، من أجل يكون في ورقة تفاوض. اليوم ما في شيء إنجاز على الأرض بالنسبة للإسرائيلي، بينما في بس إذا أنا حصيلة كبيرة عند الفلسطيني. إذا أنا عرضك عم بعطلق لك وباخذك، هو بده يجي على أرضي ويقدر يعتقلني؟ لا، ما هو لو في عنده قوة لما أنا عنده يعتقلني. إذا فكروا بأن يغزوا غزة على الأرض ستكون نهايتهم، هذا مش وارد. وتذكري كلامي، لا يمكن أن يفكروا بدخول غزة على الأرض، أصلا بيخافوا من هذا الفكرة، الفكرة هي بتخوفهم. بس هلأ يعني صار أضيق الأفق عند الإسرائيلي، صح. شو ممكن يحمل بإيده ورقة ويحطها على الطاولة؟ يعني الإسرائيلي بده يبقى بالقصف الجوي، شو؟ ما عنده ولا ورقة. ما هذا سؤالك هو الجواب. حتى إذا أنت بقدراتك الإعلامية مش هتلاقي ولا ورقة بإيده. ما في عنده ورقة. خسر المعركة، يجب أن ندرك ذلك. المعركة ليست معركة، هي عملية تحرير من الاحتلال، وخسرها من البداية. الآن مهما رجعوا واحتلوا المستعمرات، مين حيسكن فيها؟ مين له قلب يرجع على هذيك المنطقة؟ الأمور تغيرت. احنا أتمنى على شعبي وأمتي العربية أن يدركوا أننا أمام تحول تاريخي في القضية الفلسطينية التي هي قضية عربية. القضية ليست صراع عربي في الإسرائيلي، ما في في احتلال إسرائيلي لجزء من الوطن العربي اسمه فلسطين، وهذه المعركة حسمت هذا الجزء. ما أمامنا لا بديل إلا إلى التحرير. كيف سيصاغ؟ رح ينعمل فورم من كل الدنيا في الحروب، بصير صيغة حلوة بترضي الطرفين بموضوع الأسرى وموضوع المستوطنات. بس كيف بدها ترد مهابتها إسرائيل قدام شعبها؟ ما عاد شو عندها؟ بدها ترد. أنا أقول معك بدها ترد هاي بيتها. طيارات مثل ما جرت العادي يعني. طيارات ما عم تضرب، الطيارات ما عم توقف. كيف؟ تدخل؟ أهلا وسهلا. يا ريت برحبوا فيهم ترحيبا جديدا. جما يعني بيستقبلوهم بالأحضان. تعالوا بس. ما في. الوارد الآن مش كيف نسترد. لذلك لما وزير يحكي بلغة هالساقطة هيك بفرجيك قديش هم يأسين. دكتور الأمريكيين هل يرغبون بالتصعيد؟ أبدا. الموقف الحقيقي نحن سمعنا أنتوني بلينكن أنه نحن لا نرغب بالتصعيد ونعمل على التهدئة يعني بالمنطقة. نعم. حتى ما تمتد الحرب. نعم. ولكن بواقع الحال عم ترسل بوارج حربية الولايات المتحدة فيها معونات وفيها أكثر من معونات. هي الدعم المعنوي. نعم. أنه أنا موجودة، دعم معنوي وعسكري كل شيء، أنا موجودة. شو حقيقة الموقف الأمريكي؟ أمريكا أنت عندك عينتين وأنا عندي عينتين. نعم. أمريكا عندها عين واحدة ما بتشوف إلا الصين. الصين هلكت وأنا أحاول أشرح. نعم صح. أن منذ 30 سنة أكثر من سنة 85 اكتشفت بالعلم وبالتقارير وبالأبحاث
أن ليس أمام أمريكا عدو في الدنيا إلا الصين، وكل ما تريده أمريكا هي أن تنتصر على الصين لتستمر في الهيمنة على العالم، وهذا حقها. أنا إذا بقدر أني أسيطر على الدنيا لازم أسيطر عليها ولازم أستعمل كل الأسلحة. بس إسرائيل بنتها يعني ما فيش عندها بنت، ما عندها بنت أبدا ولا جابت أولاد أبدا. أمريكا ما عندها أولاد ولا بنات، عندها جوز أو زوجة، شريك واحد بس اسمه بريطانيا. ما في، الباقي كله تفاصيل. أنا وزيرة خارجية التقيت على الغداء بالأمم المتحدة بأحد مناصبي. أنا قضيت تقريبا 20 سنة أخدم في الأمم المتحدة متبرعا شرفيا. نعم. في مؤسسات الأمم المتحدة. نعم. ويوم التقيت مع وزيرة خارجية أمريكا ما عندها اهتمام إلا بالصين. عندي معركة كيف أسيطر على العالم، شو إسرائيل؟ شو لبنان؟ شو فلسطين؟ ولا شيء. أنا أريد أن أهيمن على العالم بس، والصين كذلك لها مشكلة واحدة. يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي هلأ يعني لم نحرك حاملة الطائرات لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد، وهناك عمل لمنع التصعيد ونتشاور مع حلفاؤنا وشركاء. بالضبط، ولا وارد. ما بدهم يفتحوا معركة في جانب من جسمهم أو في منطقة من مناطقهم. أي شيء بدهم إياه، بتقولي لي أوكرانيا مثلا، أوكرانيا أوكي فتحوا الحرب بأوكرانيا. ليش؟ لأنه يريدوا أن يبدأوا الحرب العالمية، وفيش طريقة يستفزوا الصين إلا يا روسيا يا بحر الصين جنوب. نعم. ساوث سايلنت سي، بحر الصين الجنوبي حيث تايوان. بهذيك المنطقة أنا ما زلت ستبدأ المعركة، وهذه المعركة بالنسبة لهم أهم من الشرق الأوسط كله. لمي كله ما بيطلع نقطة عند أمريكا بالنسبة لمعركتها مع الصين. معركة مع الصين معركة من سيحكم ويقود العالم للمئة سنة القادمة. شو موضوع إسرائيل؟ شو موضوع؟ طب إذا منحلل كلامك دكتور منشوف أنه في دول كبرى رح تتوجه للاستسلام للفلسطينيين. يعني إذا منسمع هذا الكلام منقول أنه خلص هن عاجزين وفي استسلام وفي تفاوض حتى يمكن من دون شروط ومن دون ورق قوة على الطاولة، يلي هو شيء جديد. مين اللي بده يستسلم؟ أصدقاء إسرائيل، الولايات المتحدة، إسرائيل بذاتها. لمين يستسلم؟ يستسلموا للفلسطينيين؟ لا ما يستسلم. ما في شيء. لا ما في حد يستسلم. يعني إذا بدي أفكر كيف الحل هلأ دكتور؟ كيف الحل؟ ما في استسلام، لأنه هذه حرب تحرير فيها محتل ودولة احتلال أو سلطة احتلال. ما في أطراف تانية. الأطراف التانية كلهم متفرجين ويدعموا بخجل. النهاية هي أن يدرك هذا العدو أن أمله بأن يستمر في احتلاله فلسطين إلى أن تصبح كلها مسيطر عليها صهيونيا وتصبح جزء من ما يسموه إسرائيل، انتهى العلم. الآن هو مشكلته كيف يحمي إسماعيل نتنياهو. نعم. احنا الآن نخطط كيف نحمي جدار بسموها غلاف غزة. هذا هلا الآن همه كيف يحمي نفسه مش كيف يحاربك. الدنيا تغيرت، كلامك كان صحيح قبل يوم السبت. نعم. قبل يوم السبت ممكن نحكي هيك حكي، بس الآن بما حصل وبما سماه الإسرائيليون أنه مفاجأة وأنه فشل أمني وأنه فشل مخابراتي وأنه يعني أكثر من هيك، عمره ما العدو أقر بالهزيمة. هزيمة يعني أنت لما بتقول إحنا فشلنا مخابراتيا وفشلنا أمنيا وفشلنا عسكريا، شو بقى بيش نجحتوا؟ بالسب والشتيمة. إحنا في مرحلة جديدة من العلاقة ومن المستقبل بين هذا العدو وبيننا. وتؤكد أنه ما رح تتوسع؟ لا، هو يحاول يعني مثل ما صلى قديش بتضرب بسوريا تستفزها.
وتضرب الآن بمناطق لبنان، جنوب لبنان، لتستفز حزب الله. حزب الله عارف انه هذا واحد عم بزكزكني لانه بده يعني ادخل، وهو يعرف انه اذا دخلت بدمره. اسرائيل تعرف انها لا قدرة لها على مواجهة حزب الله، فقد ما يكون جنونها نعم مش ممكن ان تدخل. هيدي النقطة مهمة، انه هي عم بتحركش لحتى حزب الله يفوت على الحرب. بالضبط، يعني هي قادرة تفوت على حرب، بدها تفوت على حرب. لا، هي بدها حقت انه حزب الله يبدا حرب حتى تقول لامريكا تعالي. وقالت امريكا ان لن ندخل في الحرب الا اذا تدخلت اطراف اخرى. اطراف اخرى، صحيح. انت بدي اياكي مشان بدي امريكا تحميني، لان انا صرت عاجز. يا جماعه، كل الحديث الصهيوني في الاعلام وبوسائلهم بيتكلم كيف انهم صاروا في موقف الضعف، الا نحن ما زلنا من جنابك طبعا، إلا ما زال شعبنا وأعلامنا بتحدث عن هذا القوة العظيمة. هو بقول لك احنا انهزمنا، ولكن خدعة. اوف، ما الحرب خدعة. مخابراتنا فشلت. اوف، طب وليش عندك مخابرات؟ أمننا فشل. اوف، طب شو أعمل لك يعني؟ بدي أشكرك لأنه أمنك فشل. عسكريا انهزمنا، طب ايش ضل عندك؟ ولا شيء. الدنيا تغيرت. اليوم نحن في عالم جديد اسمه عملية كسر هذه الكذبة الكبرى التي اسمها إسرائيل لا تهزم. هزمها مجموعة، مش دولة ولا حزب، مجموعة مناضلين اللي انتصر. بعدين لعلمك القضية مش حزب من الأحزاب، يعني تصوير السوء. قصدك مش حركة حماس فقط؟ مش حماس، إنما حماس مظلة، إنما إن كل مدينة فيها حركة ومنظمة وتعمل، كل مدينة في غزة وفي الضفة، نعم، كل مدينة فيها مجموعة نضالية تشتغل لهدف التحرير. الأمور تغيرت، اللعبة تغيرت. واضح. هل صحيح دكتور انه حركة حماس قامت بهذا الامر لما وصلت لنقطة انه العرب متوجهين للتطبيع باكبر دول عندهم؟ هل صحيح انه توقيتها كان لقطع الطريق او لفرض شروط يعني قوية على طاولة المفاوضات لحل الدولتين، بحيث انه اليوم معنا مكاسب كبيرة إذا رحنا على حل الدولتين؟ ما منروح ضعاف، منروح أقوياء. نحن الفلسطينيين؟ نعم، منروح أقوياء على حل الدولتين، غير المسار التطبيعي اللي كان بده يقطع بشكله يعني خلينا نسميه ضعيف. شو التطبيع؟ أنا بدي حدا يشرح لي التطبيع. ورقة وتوقعت من اثنين، شو نتائجها؟ وشو أثرها على المعركة؟ نتائجها إنه ننسى القضية الفلسطينية. ما في شيء، ما لهاش علاقة بالقضية الفلسطينية أبدا. طب وين؟ هل الدول اللي موقعة تطبيع دخلت في الحرب إلى جانب إسرائيل؟ مش اسمها اتفاقية أمنية؟ نعم. طب أنا هزيت أمن إسرائيل، وأنا كسرت الأمن تبعها باعتراف، ودخلت عندها واعتقلتها وقتلتها، طب وين اتفاقية الأمنية؟ ليش ما نفذتيها؟ هذا كلام إعلامي لا يضر ولا يقدم ولا يؤخر. ولذلك أنا كان دائما رأيي بأن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات حق سيادي من الدول العربية، ترى مصلحتها أنه ترضي أمريكا بأن توقع الاتفاقية، برمضيك يا أمريكا بوقع. ما أنت عندك اتفاقية أمنية مع إسرائيل، ما دخلتي وأنا ما راح أدخل. إحنا يجب أن نأخذ الأمور بحقائقها وليس بالشكل اللي يصاغ لنا. السعودية لم توقع اتفاقية، انتهت. هلأ اليوم تعتبر أنه انتهت؟ طبعا، أعلنت رسميا أنه انتهت المفاوضات، ولا حل إلا بقيام برضا الفلسطينية، دولة فلسطين. وبعدين في ذكاء عند شعبنا، مش إحنا مش هبلان، هم الهبلان.
عندما أقول أنا موافق على التطبيع مع إسرائيل، ولكن عندي شرطين. الشرط الأول فلسطين، تقوم دولة فلسطين، في مسؤول إسرائيلي بيوافق على قيام دولة فلسطين؟ لا. لا. تاني عقدة وهي أصعب، أريد أن أصبح دولة نووية. مرحبا، في اتفاقية اللي تقودها أمريكا واللي خارب الدنيا عليها بإيران، منع انتشار السلاح النووي. أنا أجي التي أنا الدولة اللي تقود على مستوى العالم منع انتشار السلاح النووي، أعمل دولة إسلامية دولة نووية؟ اللي عنده عقل وبيفتكر مثل ما احنا، انا بليز كمان بدي احكي الموضوع مالوش علاقه من حبي للبنان، بدي اقوله اكيد طبعا مثل طبعا. ما الناس المبسوطين انه وقعنا مع اسرائيل الخطوط البحريه وراح يصير عندنا نفط، ترسيم الحدود البحريه ما راح يصير عندنا نفط. بعدك مسرع على كلامك. ولا يوم اللي بيصير نفط وحط لي مبلغ انا مستعد ادفعه جزا. انا بقول لك هذا العدو، لأن مش لانه انت ما بدك، العدو اولا بتاريخه ما احترم اتفاقيه، اتفق احرم بس هلا اذا فتنا على ضعف العدو لا يحترم الاتفاقيات، ضوي او خريف او ضعيف، من لا يعترف بطبيعته وثقافته لا يؤمن بالالتزام بالاتفاقيات، لا معك ولا مع غيرك. بس الشركات اجنبيه دكتور اللي بدها تجي تنقل، يا سلام، وتشتغل يا سلام، مش وقفوا الفرنسيين؟ هلا وقفوا. ليش هيك وقفوا؟ بسبب الاوضاع. لا ما انا قلت الكلام من قبل. نعم قلت صح. سيكون هنالك اسباب تكتيكال او تكنيكال او تكتيكال يستعملوها لمنع العمليه. بقولوا لفرنسا ما تشتغلي انت، اذا فتحت شو ساعتين حتدمرينا. قلت له امريكا ما وقف، احترقوا اي حزه، قولوا النفط غير كافيه كمياته الغاز، قولوا انه استخراجه مستحيل صعب، في امور فنيه تمنع، ضربنا بحجر مثل ما قالوا هلا. يا سلام، ضربوا بحجر وهم يحفروه. نعم. فوقفوا الحجر، يعني بيستخفوا عقلهم بس ما بيستخفوا عقلنا. لن انا لا اريد هذا البلد العظيم اللي اسمه لبنان، البلد اللي بحبه واللي له علي فضل قد الدنيا، ما اريده ان يحلم وينتظر الغاز وان يصبح دوله نفطيه. اعمل خططك على انه هذا العدو الغادر لن يسمح لك، لو توقع معه 100 اتفاقيه سيغدر فيك، لا يناسبه أن يكون جنبه دولة نفطية. نعم. مش 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 ممكن يعني أعمل شيء ضد مصلحتي. لا يمكن عنده بعقليته إنه يسمح لجاره يزدهر. ليش كل المساكن اللي موجودة في حوالي محيط العدو؟ لأنه يريد أن كل الدول اللي مطوقة تكون دول كبيرة أو صغيرة معطلة. نعم. لها مشاكل وعاجزة عن تواجهه. نعم دكتور، في سيناريو يتحدث عن تهجير أهل غزة إلى سيناء، وطلع كتير حكي يعني بمصر، وطلع كتير حكي بالإعلام أنه هذا السيناريو موجود، وأكثر سيناريو يخيف يعني بنهاية المطاف ساعتها ببطل فيه هذه البقعة اللي هي كانت محررة ومنخلص من الفلسطينيين اللي هناك. شو رأيك بهذا الكلام؟ في مصر هيدي نية إسرائيلية فعلا؟ معلش في سببين عندي، السبب الأول مصري والسبب الثاني فلسطيني. السبب المصري، مصر عمرها 3000 سنة 4000 سنة، عدد الجنسيات اللي أعطيت لغير مصريين 150 150 جنسية، مش 150 ألف ولا 150 مليون. لا يمكن لمصر أن تعطي جنسيات لغير المصريين، من المعاشر المستحيلة، عاشر المستحيلة. فأنا من جهة مصر مطمئن أكثر ما أنا مما أستطيع أن أشرح لك، وبعرف أنه لا يمكن. لا أعتبرها لجوء. ما فيش ليش أنا مش أنا ألجأ يعني ليش ألجأ من لجوء لجوء؟ أنا بدك تهجريني، بدك تعطيني وطن. نعم. أما أنا لاجئتني إني لاجئ كمان مرة بكفيني. نعم. هذه النقطة الثانية اللي هي اللجوء. الفلسطيني، الجواب على كلامك سيدتي
هو الست اللي بتقعد على حجار بيتها بعد ما يهدوه وبقولوا لها مس تعالي ندبر لك بيت تنام، تقول ليش تدبر لي بيت؟ ما هي بيتي. وين بدك تنامي؟ ما هذا حجر، بنام على الحجر، هذا بيتي ما بتركه. لن يغادر فلسطيني واحد ولا غادر. طب بكل هالسنين الحصار وين غادر؟ زاد عدد سكان غزة من 150 إلى مليونين. هلا عندك مليونين. نعم. من أهل غزة. كلام هذا بيحكوه لتحطيم معنوياتنا ولخلق مشكلة بيننا وبين مصر كفلسطينيين، أو مشكلة بيننا وبين لبنان، أو بيننا وبين الأردن. هذا كلام ممجوج ولا له بحث ولن يرد على أي طاولة مفاوضات. الفلسطيني لا يريد إلا أن يرجع لفلسطين. هذا بس. نفت اليوم الخارجية الأردنية أنه يكون في حديث، يعني تداول حديث المواقع وبعض يعني وكالات الأنباء وما كانت يعني صحيحة بالنسبة للأردنيين، أنه لا مش صحيح أنه الأردن رح تفتح أراضيها ومطاراتها لمساعدة طبعاً. إسرائيل طبعاً. موقف الأردن اليوم شو تحديدا؟ شو مطلوب من الأردن اليوم؟ حضرتك أردني أيضا. الأردن أنا أفتخر أني أردن طبعاً. أنا بفتخر إني أردني، وبقول لك أن أنا أردني فلسطيني الأصل، ولكن الأردني الأردني الأصل نعم فلسطيني أكثر مني. الروح اللي موجودة بين الأردنيين دعما لفلسطين تماما مثل الروح اللي موجودة في لبنان واضح. واللي موجودة في اليمن واللي موجودة في سوريا وكل مكان. ليس هنالك فرصة ولا أمل ولا بحث، ولن يبحث الموضوع، مش موضوع قابل للبحث. هذا من الإشاعات اللي بتحاول تروجها سلطة الاحتلال الإسرائيلي لتخرب بين الشعوب بس. ما في، انسى الموضوع نهائيا. أنا بقول لك لن يسمح فيه لا الأردني ولا الفلسطيني. طيب دكتور، إذا بدنا نتحدث عن مبادرات لحل الأزمة توقيتا، يعني نحن عم نحكي بالعمل السياسي والدبلوماسي طبعا، لما بدها تتحرك بيكون بتوقيت محدد لما بيكون في عناصر مكتملة. توقيت التحرك الدبلوماسي برأيك أمتى رح يكون؟ مبادرات مثلا على شكل شو؟ الدول اللي هي خلينا نسميها مرشحة أنها تكون لعبة دور أساسي، مثلا سمعنا أنه قطر عرضت شيء ما باليومين الماضيين بموضوع الأسرة. الدول المرشحة لهذا الأمر واللي عندها استعداد لهذا الأمر واللي قادرة تنجح كيف؟ كم مرة حصلت هاي القصة ودخلت هذه الدول بحسن نيتها نعم ومحبتها وتوصلت إلى اتفاق وقف نار؟ شو اللي صار؟ ازدادت الأوضاع سوءا. نعم. هذا الموضوع انتهى. اللي بيجرب المخرب عقله مخرب. الموضوع أنك تحاولي أن تسيري بالسير الماضي اللي هو اتفاقية هدنة واتفاقية سلام واتفاقية، كلام فاضي. الآن المجتمع الدولي بنادي بالدولي وبحقوق الإنسان وبنادي بقرارات الأمم المتحدة. 70 قرار في لفلسطين نفذوهم. بس إحنا نطلب، والحل الوحيد إنه تطلب إسرائيل، وهذا مخرجها نعم، أن تطلب إسرائيل أن تتولى الأمم المتحدة تطبيق القرارات التي اتخذتها. ساعتها بتطلع بكرامة انه احنا مش انهزمنا، احنا قبلنا الارادة الدولية. اذا ما قبلت هيك ستضطر ان تخرج مكسورة. كيف مكسورة؟ احنا مش ضد اليهود، اليهود كانوا واضح عايشين في طبعا. بلادنا، ولكن عاشوا في وطننا، مش عاشوا محتلين، كانوا ضيوف عندنا في وطننا في كل الدول العربية. اهلا وسهلا باللي بيحب يبقى في دولة فلسطينية. عم تحكي انه هي حرب النهاية. حرب النهاية مش انه بعد في درجات من أبداً. المعارك خلص خلص خلص، ما عادش في
ما عادش في إمكانية للرجوع ولا دولة عرضت إنها راح تقدر تتوسط، لأنه عارفين إنه نسد الباب خلاص. كم مرة توسطوا يا جماعة؟ شو كانت النتيجة؟ من سيء إلى أسوأ. ولا حل الدولتين، ولا دولتين، ولا بنحكي وفق المبادرة العربية. هيدا كله عم تحكي إنه خالص. أنا لو بقول بدنا حل الدولتين بنقول لإسرائيل انتحري. ما في زعيم إسرائيلي ولا شخص إسرائيلي بوافق حل الدولتين ولا واحد. أنا ما بدي أقول حل الدولتين، أنا ده بقول في أمم متحدة واتخذت قرارات بالإجماع نفذيها يا أمم متحدة، بس ما عندي كلام تاني. أنا راضي بظلم المجتمع الدولي. ما في ما عندها مخرج إلا قرارات الأمم المتحدة. تتوقع أنه هيدي مرحلة مناسبة اللي بدأ عمليات من الجولان ومن مزارع شبعة، أو ممكن نوصل لهذا الأمر يصير معركة تحريرية كاملة؟ أبدا. وكل المحيط بالعدو يدرك أن هذا هو ما تتمناه. العدو يتمنى أنه تحصل معركة مع دول الجوار، لا تقول يا عالم انقذونا، دول العربية عم بحاربونا، ويأتي النجدة من الدول العالمية. مش ممكن يتجرؤوا أن يطلبوا أن يدخلوا في حرب. أوكي. سيحتكوا مثل ما عم بيحتكوا، احتكوا مع سوريا، احتكوا مع لبنان، احتكوا مع كل الدول بشكل محدود ومضبوط محسوب. أوكي. محسوب. إذن إسرائيل تستدرج التدخل الخارجي العسكري. نعم. من حلفائها، وهذا ما لن يحصل بتقدير دكتور طلال، لأن العالم هو أمريكا. لا في أوروبا ولا في دولة غربية، وطبعا ولا روسيا ولا الصين. نعم. ستتدخل في هذه المعركة إلا الدول الغربية التي تأمرها أمريكا. إذا أمريكا أمرت دولة بتنفذ، مثل ما صار بأوكرانيا. الآن دكتور، الخارجية الأمريكية تعلن عن زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى إسرائيل في الأيام المقبلة. أهلا وسهلا. بنحب يروح ويشوف منهم إلى أي مستوى وصلوا. إحنا بنحب يشوف أن نريد أمريكا أن تدرك أن القصة وصلت إلى نهايتها. واللي ما بيشوف كما يقول الأمريكيون القراءة الكتابة اللي مكتوبة على الحيط، بيقولوا the writing is on the walls، مكتوب على الحيطان شو راح يصير. خلاص، إذا جاء إلى إسرائيل ليعرف كيف يجد مخرج لإسرائيل، مش ليدعمها، ما بيقدر يدعمها. وإذا دعمها كارثة لأمريكا. تعرفي كم قاعدة عنده بالعالم؟ لا. كيف بده يحميهم؟ كم قاعدة؟ 350 قاعدة موزعة في الدول الدنيا كلها. أي فلسطيني مستعد يموت ليضرب قاعدة عسكرية. لا، القصة خلص انتهت، خرجت من حدودها المحدودة السابقة. اللعبة الآن احتلال يجب أن ينتهي. ما هو الحل للخروج بهذا الموضوع؟ وأنا أنصح مثلا، بديش أتكلم عن محاولاتي بهالموضوع، أنصح دولة بريطانيا اللي هي خلقت إسرائيل من خلال إعلان الصديق الشهير لوزير خارجية وعد بلفور، وسلمت، وكانت هي دولة الاحتلال الانتداب، وسلمت فلسطين للعصابات الإسرائيلية، إنها تقول اليوم أنا عندي دور في تاريخ في هذا الموضوع، أنا الآن بدي أجد حل للقضية، وليس حل لإسرائيل ولا للفلسطينيين. والحل هو تطبيق مقررات الأمم المتحدة. وأنا قلت هذا الكلام للجهات البريطانية. أخيرا دكتور، نهاية، أو هلا قلت الحرب طويلة من بداية حديثنا، شو يعني طويلة؟ قد ايه طويلة؟ أنا بتوقع، إحنا عم نحكي الآن لما نقول طويلة يعني مش سنين ولا شهور، أسابيع. لأن
إلى أن يرسخ في الذهن والضمير الإسرائيلي الحقيقة الجديدة. بده وقت ليستوعب. مش سهل تقولي لواحد game is over، انتهت اللعبة. بتضل يحاول إنه يلعب. فلحتى نقول له انتهت اللعبة بده وقت. بده وقت ليقتنع. نعم. شكرا جزيلا دكتور طلال أبو غزالة، يعني مسرورين جدا لوجودك معنا بهذا الظرف التاريخي والحساس، وكمان في تفاؤل كبير بكلامك بمكان ما. هذا الأمر كله جديد علينا، وبنعرف نحن أنه التقديرات حتى صعبة أنها تكون يعني دقيقة بمكان ما، ولكن حضرتك ضويت على كثير أمور تتعلق بميزان القوى اليوم المستجد، وتتعلق بالفكر الإسرائيلي الجديد والواقع الجديد اللي نحن رايحين له. إن شاء الله يعني نلتقي على خير دكتور، وعلى الأخبار الحلوة مثل ما حضرتك عم تقول نحن بلشنا بهذه المعركة يمكن صرنا بالآخر ومنعرف. شكرا لك دكتور طلال أبو غزالي، رئيس مجموعة طلال أبو غزالي العالمية، لوجودك معنا في هذا القسم من الدبلوماسية. هذا شرف لي، وتعطيتيني فرصة أن أعبر عن رأيي. الأيام ستثبت صحته أو عدم صحته، ولكن أنا متأكد. نعم إن شاء الله. شكرا لك دكتور، هذا شرف لنا. بدبلوماسية معكم مستمرون طبعا بالتغطية هذه الليلة. نستقبل بعد الإعلان النواب قاسم هاشم ونزيه متى.